جديدة إن شاء الله يوم يكون مليء بطاقات إيجابية كما عودناكم دائما وصفات في القمة. ما عليكم غير تقعدوا معنا طيلة هذا البرنامج باش تشوفوا الوصفات راح نحضرها لكم أنا والشيف سليمان. شكرا مريم. تفضل شكرا سليمان. يلا مشاهدينا الكرام نحب نرحبوا بكم ونقول لكم مرحبا بكم في حصتكم بنا وفطور اللي تأتيكم يوميا على الثانية ونصف زوالا. يلا نقول لكم برك اليوم راح ندير لكم طاجين المحوت بطريقتي الخاصه. نعرفوا بلي طريقه الطاجين المحوت مريم يقدروا يديروه ابيض ويقدروا يديروه حمر. انا حبيت نديرو حمر، حبيت نعطي له دي اللمسه تاع السمان، ما حبيتش نديرو بالبيض تاع الدجاج، حبيت نعطيه نخدمو بالبيض تاع السمان. نعرفوا بلي البيض تاع السمان غني بالفيتامينات والدراري مادا بينا تولفوهم باش ياكلوه. ومام طوم مريم تانيك فلا بريزونطاسيون تاع الحبه تكون بالطبع. سورتو كي تقسمها اون دو هكا تكون صغيرة. يلا نشوفوكم ورقه وصياله قعدوا برك دونوا معايا الوصفه ومش راح تندموا. شوفوا برك واش عندي. عندي لحم مفروم ولا يحب يدير بداندونش يقدر يدير، كل واحد على حسب امكانياته. كاين اللي حاب يدير باللحم، انا جبت اليوم داند تاع لاكويس دي زوسي ومقطع دي مورسو كيما راكي تشوفي مريم. اللي حاب يدير دي مورسو فوالا، اليوم انا حبيت نديرو بالداند اكسبخي، شفت بلي الداند ما خدمناش كاع به، حبيت ندير به. ومام طو بنين عندي حبه تاع طوماطيش فورتها وميكسيتها، عندي حبيبه تاع بصل، عندي البيض تاع السمان غليته ونقيته، عندي لا شابلور، عندي الثوم، عندي الحميصه، عندي لالا مولاتي نستعملها في الطماطم المصبره ونستعملها شويه في الهريسه، وعندي في ليزيبيس. ليزيبيس واش عندي؟ عندي شويه فلفل كحل وشويه كمون وشويه عكري. العكري تاعو شتو باللي مليح. فلفل كحل كمون والعكري. هذا ما كان. الحلو ولا راح تستعمل؟ الحلو الحلو باسكو الهريسه راح ندير شويه ملحه. وعندي شويه سمنه هنا باش نقليو، وحبيبه بيض وقرن حار. يلا على بركه الله. تبعوا فقط معنا مشاهدينا ما تروحوش بعيد. شكرا. راح يمتعكم اليوم شيف سليمان بهذا الوصفه. كما قلت لك سليمان البارح هذا الطبق حنا نقولوا له مامو في حجر مو، كل واحد واش يقولوا له. انتما صافي تقولوا له طاجين المحوت. كي لحقت للدار قالوا لي باللي يقولوا له ثاني مامو في حجر مو. ايه قولوا له هكا تخي بيان. يلا نستقبل مكالمه سليمان قبل ما نبداو ان شاء الله. مريم الو. مرحبا بك مريم، مرحبا بناس العاصمه. الله يسلمك الله يسلمك، راكم منورين راكم ملفين. الله يحفظك. ربي يحفظك. تحيه كبيره لك. الله غير كل يوم نستناكم في الموعد. الحمد لله. لا بروف كيفاش تستنانا لابيل الاولى مريم. هاكي مرحبا بك. كملت شغلي وشكرا لك. دوك طيبت وحطيت طيابي فوق النار وجيت نديري. كيفاش طيبتي؟ كي طيبتي؟ واش طيبتي؟ واش طيبتي اليوم؟ طيب الغوله اللي داروا شيف سليمان البارح. الله يبارك ان شاء الله في الصحه والعافيه. صحتك زيدي. وشربه وديني ميني بيتزا بيان سيغ. بالصحه. في بلاصه البوراك. بالصحه والعافيه ان شاء الله. صحتك. ما انت جربت وصفاتك، يعني جربت شحال من حاجه اللي طحتو في خازلة موسلين، هذاك الغوسيكلاج تاع الدريوش اللي درتيه ثاني. اه هذه راهي هذه لازم نطلع جائزه. تلميذه مجتهده. مجتهد علي يوميا. ما شاء الله. اكل دبره ليا كل يوم. شرف لينا سيدتي، ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنك وحسن ظن كامل المشاهدين اللي يتبعوا فينا. لا والله حبيت نقول له الشيف سليمان هذاك الهولي تاع لي زيسكالوب اللي داروا السمانه اللي فاتت ضربه. ضربه. ما شاء الله. ربي يحفظك سيدتي. الحمد لله اللي فات اللي راكي تبعي الوصفات. الحمد لله. هذا هو اللي يعني البليزير ديالنا. بالصحة والعافية إن شاء الله. بالصحة والعافية إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله أنا قريب إن شاء الله. صحة فطورك سيدتي. يسلمك أنتم مازال الله يعطيك العافية. صحة فطورك سيدتي. شكرا. يلا شوفي انا مريم واش درت. درت شويه سمن ودرت شويه زبده، درت الطريفات تاعي هذوك تاع الدند، ودرت لهم شويه تاع لي زيبيس فلفل الكحل، ودرت شويه تاع الكمون وشويه تاع العكري. شفت باللي العكري تاع لالا مولاتي ماشي هذاك الاحمر بزاف اللي يجيك البلا مغموم، مليح عجبني. نخلوهم يتقلاو شويه، حنا نربحوا شويه الوقت، هما المشاهدين الكرام يخلوهم يتقلاو مليح. مريم حنا دوكا كي نخلوهم يتقلاو مليح نزيدوا لهم شويه طوماطيش اللي راكم تشوفوا فيها تاع الحب اللي بشرتها. علاش نديروا طوماطيش تاع الحب مريم؟ باش لاصوص تجينا عاقده وملبيه. انا ما نحبش هذيك الماكله شرور، ونحب ماكله تكون ملبيه. نحب لاصوص تاع كبده شرموله والبصل. اه بيان سور البصل والثوم.
وعندي ثاني كندير البصل. هذه سليمان خلاص نرفدها. هذيك رفديها، البصل برك خليه. والثوم يلا ركزوا معايا، صدقوني بلي الطاجين هذا بزاف بنين. هذا الثوم نديرها هنا، دوك نديرها الفيونداشي تاعي. نديرها الفيونداشي. نعم. خصني برك شويه ملح مريم من فضلك على يدك. يا ستار. شكرا مريم. ما نديروش الملح بزاف باش الزهرة تقدر تاكل. تحية كبيرة للزهرة، هذو العمال اللي راهم يعاونونا ويساعدونا وفطة وكامل، شكرا جزيلا. راهم ينقصوا علينا بزاف مريم. نحبوا دايما نتحيوهم. التعب تاعهم ان شاء الله ما يروحش هكاك هباء. ان شاء الله ان شاء الله، شكرا جزيلا. نسيمة من بوفاريك. نعم الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نسيمة، اش راكي؟ واش راهم ناس بوفاريك؟ لا بس الحمد لله. الحمد لله كبيرة اليوم. الله يسلمك، راكم ملاح. لا بس الحمد لله. نكونوا ملاح كي تكونوا انتم ملاح، حنا نكونوا ملاح. لا لا الحمد لله، راكم الحمد لله. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. تحية كبيرة اليوم. نعم سيدتي. جاري واش راهو؟ والله الحمد لله جارتي العزيزة، الله يحفظك. وانت يا الله يسلمك. لا بس يا دراري مشرف المنطقة. لا لا الله يبارك. يبارك فيك، تعيشي سيدتي. الله يسلمك. وجاري جاري. جارك جارك، الله يحفظك. اي حكمتك جارتك اليوم. شفتي كيفاه؟ نعم. كي قلتي لي جاري جاري قلت لك الله يبارك، يسمى الباب للباب واقع. الله يسلمك. لا لا غير سمعتكم، غير قلت لكم. الله يحفظك يا خويا، مرحبا بك. سلم على عمي محمد بزاف بزاف. يا ربي يحفظك كثر خيرك، لو فات لي قلتي لي هكذا الله يعطيك ما تمني. نقول لك المشاهد الكريم بلي بابا هو العبرة تاعي في هذا المجال. أكيد الوالدين هما اللي تعرفوا هي تحكي لنا عليه. الحمد لله الحمد لله. يقول لك ذاك الشب من ذاك الأسد. الأسد الحمد لله. ربي يحفظك كثر خيرك. كثر خيرك جارتي، تعيشي بارك الله فيك وصحة فطورك. تحية كبيرة. صحة فطورك سيدي. الله يسلمك، صحة فطوركم أنتم وصحة عيدكم. تعيشي تعيشي. صحة عيدكم. يلا مشاهدينا الكرام شوفوا برك معايا، أنا درت مغرفة تاع طوماطيش لالا مولاتي، ودرت نص مغرفة تاع الحار، باسكو علاش راني داير هذا القرن؟ تعرفوا باللي القرن تاع الحار بيان سير تجي بزاف بنينة، صدقوني باللي طاجين بالطبع لازم قاع تسيوه. نخلوه برك يتقلى مليح، الماء ما نديرولوش دوكا حتى وين يتقلى بيا. وانا الحميصه طيبتها من قبل، انتم تحبوا لا ديروها معاها كي تمرقوها ديروا الحميصه، هي من الافضل طيبوها. فقط استعملنا الحميصه تاع منتوج لو كاردينال. لو كاردينال نعم. يعني طيب الله الله، شمخناه مده ليله كامله ورانا نخدموا به ما شاء الله. تفضل سليمان، وشنو ثاني دوكا؟ يلا مشاهدينا الكرام زيدوا ركزوا معايا هنايا. برك نشوفوا ريسيبيون شويه صغيره عليه. هذاك لافيون داشي مريم، معليش نديروا له هذه باسكو غندير له شويه تاع لاكولور. لاكولور. نقول لهم برك مشاهدينا الكرام بلي هذا فضلنا من البارح، ما حبيناش نرموه وما نرمو والو حنايا. هنا كاين شويه بصل وشويه ثوم. شوفوا واش راح ندير، راح ندير شويه تاع الكمون. وراح ندير له شويه تاع العكري هذاك. يلا ركزوا معايا مشاهدينا الكرام. استقبلوا مكالمة. تفضلي تفضلي. رانيا من بويا. رانيا. مرحبا بك سيداتي. واش راكي رانيا؟ واش راهم ناس بويا؟ راك سخانة عندكم. الو. وي رانيا. تفضلي. نسمعوا فيك. لاباس. تفضلي رانيا، انا نسمعوا فيك. ماما لاباس. رانيا سمعينا من الهاتف من فضلك. الو. وي رانيا. وي سيداتي انا نسمعوك. سمعينا من الهاتف من فضلك رانيا. نشكركم على الحصه. بارك الله فيك. تفضلي. انقطعت المكالمه رانيا، عاودي الاتصال لانه كانت تسمع فينا من الجهاز التلفاز. نقولوا له برك يعيط لنا، نقص للجهاز التلفاز باش يقدر يسمعنا مليح. يلا مشينا لك. انا قلت لكم بلي هذاك اللحم المفروم درت له حبيبه تاع البيض، زوج مغارف تاع لا شابلور، راح نزيد له شويه تاع لا شابلور، ودرت له شويه كمون، شويه فلفل الكحل، وشويه ملح. يعني نفس التوابل اللي وضعتهم في ليبولات تحطهم هنا. العكري برك ما نكثرش بزاف. من فضلك برك شوفيه مريم. اكيد. ايا مرقيه دوكا مريم ملاح، زيدي خليه يزيد يتقلى شويه ونمرقوه. صدقيني بلي الريحه ما شاء الله. عاوي ريح هايل. سورتو هذيك الفلفله هذيك هي اللي عطات له تزيد رونق رونق هي اللي زادت له هذيك
الريحة الجميلة. أنا في ماكلتي مريم ما نحبش ندير الماء بزاف باش لاصوص تجيني عاقدة ونبيها وما تهربليش. ما منين داك تشري اللحم ولا الدجاج، ميتا الدجاج يطيب يخاف. المشاهد الكريم منين داك يشري اللحم يكون طري، يمرقوا ضربة واحدة من بعد يطيب له اللحم وتقعد له المرقة هذيك كما نقولوا شهور تاعية تحيل عليها تروح البنة هذيك. خاص المرقة تروح البنة. فوالا. نقولوا لهم برك مرقوا غير بشوية. خاصة كي يكون أنتاجين، أنتاجين ما يحبش الماء. ما يحبوش الماء. يلا مريم حليمة تفضلي. حليمة متيارت بالعباس. الو وي حليمة وش راكي؟ الو السلام. سلام وش راك الناس بالعباس؟ الله يسلمك وترحب بك الجنة ميرسي. ان شاء الله تحية كبيرة الحمد لك. الحمد لله الحمد لله لاباس. انتم راكم لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. تفضلي مريم. الحمد لله. بغيت نشكركم بزاف على الوصفات تاعكم. يا ودي حنا اللي نشكروك لك عيطتي لنا وكي تشاركينا. ميرسي والله. انا زري فرح كي ريبونديتو عليا وبغيت نهضر معاكم. ربي يحفظك سيداتي تعيشي. شكرا. ماشي اللي ريبوندينا عليك حليمه، لانه حكمتينا. هذا هو اليوم راه معايا الزهر. نريبونديو بلا مزيتنا حنا باش نريبونديو. أيوا نقول لكم صحة فطوركم وتبقوا على خير وربي يعاونكم ويعطيكم الصحة. شكرا شكرا سيداتي شكرا. يلا نقولوا برك مشاهد الكريم، بالك كاين اللي مولفين يديروا طاجين محوت، هذا نعرفوا بلي طاجين عريق هذا، بالك نحللهم لا فيونداشي ولا يتشق لهم، نقولوا ديروها شويه خشينه وميم طون نديروا لها لا شابلوغ هي اللي تحكمها مليح مريم. سليمة انا نكمل لي بولات، انت تروح للصالاد باش يكفينا. نعم ماشي مشكل مريم. تقول مريم. مريم. يا مريم يا مريم. هذه مريم المستكلفة بال سكريبت. هي ما شاء الله ناس ما شاء الله. هي اللي تجرينا بزاف من حقها. تحية كبيرة لهم كامل عمال مجمع البلاد. رامي يتعب وحنا رانا غير قدامكم هكذا. نشكرهم. ليكيب تكنيك راهي تتعب. ونشكرهم اللي عطاو الثقة تاعهم فينا باش يعني حنا نقدموا هذا البرنامج، والحمد لله يعني رانا كيما يقولوا المشاهد الكريم هو اللي راضي الحمد لله يعني على بالناش بورسونتاج عندنا بورسونتاج. نستقبل مكالمة زهرة مقليعة. زهرة. الو مرحبا بك زهرة. الله يسلمك وبيك التية. صحة فطوركم. صحة فطورك سيداتي. صحة رمضانك انت ثاني. يلا يسلمك حنونة. صحة فطوركم. صحة رمضانكم يعيشكم. صحة فطورك كل عام وانت بخير ان شاء الله. بعيد ان شاء الله. على ذلك أول مرة نعيط الحصة محكمة، نعيط كامل أول مرة حكمت معاكم. عندك الزهر انت سيداتي. النية النية أختي عندك النية. لا 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 وجوهكم تاع الخير. ربي يحفظك سيداتي تعيشي. ربي يحفظك. سلمك. ربي يدومها إن شاء الله سيداتي. إن شاء الله إن شاء الله. كلكم القليعة وش عيبة يسلموا عليكم. واش راهم ناس قليعة واش راهم؟ ولا غير لاباس الحمد لله. نعرفوا باللي قليعة يعرفوا الماكلة مليح. بيان سوغي هاو يعرفوا ناس بالطبع ما شاء الله. الله يبارك. ايه الله يعطيك الصحة. بلغي لهم تحية كبيرة لينا. ما متايا نسمع وحدة قالت بلي أنت من بوفاريك. أنا بوفاريك راني نبغيها. ربي يحفظك سيداتي تعيشك كثر خيرك بارك الله فيك. أنا كاع جيران وأحباب ولاد بلاد وحدة. نقصي برك للتلفاز باش تقدري. قلت له خويا بلا غادي نقصك له. ها سمعينا من الهاتف سيداتي. راهم فرحانين كي راهم يهضروا معاك باسكو يحبوا البيتزا بزاف. ان شاء الله سلمي عليهم. سلمي عليهم بزاف ولادي. هاني ويوسف واسماعيل. الله يبارك. تحية كبيرة لهم سيداتي. ربي يطولهم في عمرهم ان شاء الله ويخليهم ساجين ان شاء الله هذيك سيداتي. امين يا حنوتي امين. والله راني فرحانة ما تعرفيش كيفاه. لو كان تشوفي احنا شحال رانا فرحانين يا مدام. شوفوا يعني حنا تجوز لنا دير لنا لي بيتزا. نديرو لك مدام نديرو لك. ماشي مشكل. ما يكون لا خاطرك. باسكو ولادي يحبوا بيتزا يموتوا عليها. ما يكون لا خاطرك سيداتي. شكرا جزيلا سيداتي على المكالمة بارك الله فيك وصحة فطورك. صحة فطورك. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم برك لحقنا برك للوصفة الثانية. حبيت ندير لكم كعكة بالطبع وسام بالسلطة. أنا نعرف باللي تحبوا كامل تنوعوا لاطابل تاعكم. ركزوا معايا شوية اليوم. اليوم ما حبيتش ندير لكم الروز. اليوم حبيت نجيب لكم هذا المقارون اللي يكون رقيق طيبته في الماء والملح والزيت. الماء والملح والزيت. نعرفوا باللي المقارون هذا ماغريت تكون سخانة بزاف كي نديروا أورداف ولا نديروا شلاضة ينتكل. شوفوا لي زانغريديون اللي عندي. جبت ثلاث حبات بيض غليتهم وبشرتهم.
عندي زروديه فورتها وقطعتها صغيره، عندي زوج حبات طماطم نقيتهم ونحيت لهم الزريعه وقطعتهم، عندي واحد 100 غرام 150 غرام تاع جلبانه فورتها، عندي الطوم، عندي المايز، عندي المعدنوس، عندي لا طوماط سيريز والبصل المرقد هادو باش نزين بهم، وعندي ثاني كادي الحبه تاع البسباسه حنفيني بها لو بلا تاعي، وعندي فروماج ولا المايونيز كيما تحبوا نتوما، وعندي ثاني مايونيز القصبه صدقوني ثاني كبنا ما شاء الله. الحاجه الاولى نجيبوا ريسيبيون كون كبير شويه. يلا مريم من فضلك عطيني غير مغرفه. اكيد علاش؟ شكرا. نديروا هذاك المقارون اللي طيبناه في الماء والملح والزيت، اللي حاب يدير هذاك تاع الروسو، اللي حاب يدير كل واحد واش يحب يدير. مشاهدنا الكرام كاين تاع لا كولر ثاني كشباب، انا كنت حاب ندير هذاك الشباب كيما لقيناش جبنا هذا. واش راح نزيد له انا مشاهدنا الكرام؟ راح نزيد له شويه تاع الزروديه باش يعطي لها لون جميل. انا نحب لي كولر بزاف مريم. انا نحب يعني لا كولر العين تاكل من قبل ما تاكل. اكزاكتومون. راح نزيد له الجلبانه. يلا ركزوا معنا مليح. وراح نزيد له المعدنوس. واللي يحب له الكورجات يحب يزيد الكورجات يزيد يفور الكورجات ويقطعها. هذه اذواق. صفيه من بومردات. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام صفيه واش راكو؟ ان شاء الله من بومردات. الحمد لله سيداتي. صفيه. صحة رمضانكم. جيتاني صحة رمضانك. رمضانك بالصحة والهنا. الله يسلمك يعيشك واش راكم لاباس؟ الحمد لله صفيه. منين كي تعيطي لنا بالضبط منطقة بومردة صفيه؟ بلادها بلادها مريم بومردة. شي بلاد انا قلت بلادي. تفضلي صفيه. عايزين نعيط من برج منايل. برج منايل الله يبارك. الله يبارك خير الناس. الله يسلمك. برج منايل معروفه بالقش، معروفه بالتجاره. الله يبارك. ما شاء الله. الله يبارك القش. الله يبارك اللي يحب يجيك سي ولادو. هي كبيره ليكم. مكتوب وخياته. الله يبارك. برك بغيت نشكركم على هذه. يعطيك الصحه. زيدي غير شويه صوتك ما نسمعوا فيك مليح. قلت لك يعطيكم الصحة، ربي يجازيكم على هذه الحصة. يعطيك الصحة، أنت اللي عيطتي لنا وشاركتينا، بارك الله فيك سيداتي. الله يبارك فيك إن شاء الله، وإن شاء الله نزيد من نجاحك إن شاء الله. ربي يحفظك وكثر خيرك ويعطيك الصحة سيداتي. الله يعيشكم، يا ربي يعاونكم. شكرا شكرا شكرا. مريم من فضلك جيبي لي غير هذاك الريسيبيون. تفضلي نقصوا له شوية، زدنا له بزاف مريم. نقصوا له شويه مريم من فضلك. هات نقصوا نبدل له الفوق. اعطيني سينو نبدل له خير. اسكو الطاجين هذا النوع تاعو مليح لو كان نديرو غير الحبيبات تاعنا هذوما. نعرفوا باللي الداند ما يطولش باش يطيب. لانه طري هذا حسب النوعيه تاع ذكر ولا انثى يعني. نوعين كاين. صح. جاب ربي الانثى هذاك شويه رخيص يساعد. هذه يعني كاين نوعين، كاين نوع تاع الذكر والانثى. حنا يعني في المنطقه تاعنا حنا معروفين بالدجاج وتربيه الدجاج يعني باش دواجن تاع الدواجن ما شاء الله. اذا اللي عندها اللون تاعها احمر هذيك انثى، هذيك تلقى اللحم تاعها يطيب بالخف طري. اما بالنسبه للذكر يعني الداند لا داند تلقاه يكون في البيض شويه تاني. يكون بيض ويكون عاصي، ما من الذوق يختلف الذوق. يلا مريم شوفوا باللي ما كفاهاش نزيدوا لها شويه فقط ما لانه عبك تغطيها سليمان. بيان سور هكذا برك باش يهبطوا برك لي بولات تاعنا ما شاء الله. زينب من عند الدفله. نزيد لها شويه تاع ما. زينب. الو. مرحبا بك سيدتي. مرحبا بالناس عند الدفله. الله يسلمك مرحبا بكم انتم معنا في حار رمضانكم. صحة رمضانكم انت ثاني زينب. يسلمك. تفضلي زينب تتبعينا يوميا. مرة كل مرة كيفاش؟ عيطي شوية زينب باش نسمعوك من فضلك. كل مرة كيفاش؟ على حسب عجبك البرنامج تاع بنا وفطور. ايه يعطيكم الصحة راكم كفين وموفين. الحمد لله. تفضلي زينب عندك انتي قاعد حبيتي وصفة نحضروها لك تفضلي. انا نحب لي كراتا بزاف. تحبي لي كراتا؟ حنا جاب لي ربي كثرنا لكم الكراتا سي بور صح حبينا ندير لكم شويه طاجين. هذه هي يعني حبينا شويه طواجن يعني ولا غير حتى نسينا التقاليد تاعنا ولا لا سنين. اكزاكتومون. هو
ثاني يعني حبه الحلاوي تاع العيد. الحلاوي تبعونا يعني تكوني فقط يعني وفيه لهذا البرنامج وراح يعني ندير لكم حلويات جد رائعه ان شاء الله من غير فواحد اخرى. ويكونوا اقتصاديين ان شاء الله. ان شاء الله اقتصاديين ما تخمموش. هذا هو الشعار تاعنا، شعارنا وصفات اقتصاديه وصحيه. يعطيكم الصحة. شكرا. شكرا سيدي. صحة فطورك يا زينب، صحة فطورك وصحة فطور كامل الناس عين الدفلة. سليمان درت الطبقة الأولى. يلا مشاهدينا الكرام عاود نقول لكم برك باللي درت الطبقة الأولى اللي تتكون من هذاك المقارون. بدلي لها الفو ما كاش مريم. نبدلها سينو عباك تخطفها لك. اكزاكتومون بدلي لها الفو. درنا هذيك الطبقة كما راكم تشوفوا برك ساويتها هكذا، درت لها شوية لي فخوماج هذا واللي حاب يدير المايونيز له الاختيار. راح نزيد لها لا طوماط اللي راكم تشوفوا فيها، طوماطيش هذه نقيتها قبل سخونه وقيلة مريم. بسم الله صيبه. الطماطم هذه كما تشوفي فيها مريم انا نقيتها من قبل، فوالا نقصيها هكذا وخليها تتجمر. امين لازم يكون هنا. امين قالوا لك مشاك تشوف مليحه. ولا شكون. تحيه كبيره ليها. يلا ركزوا معنا برك مشاهدينا الكرام. نشوفوا برك باللي هذه لاصالات اللي راني نوجد فيها. واش بك غيراتك مريم؟ نو ريحه الفلفل هذيك انا نحب ماما انا في الاطباق تاعي نحب نرمي ريحه خاصه الشربه. الشربه كي نلوح لها فلفله لداخل يعني تعطيني واحد الريحه ما شاء الله. ما شاء الله. خلاص مريم. يلا مشاهدينا الكرام راح نزيد دوك الطبقه الثالثه اللي تكون من هذاك البيض المغلي. قبل مكالمه سليمان شهرزاد من القبه. شهرزاد. مساء النور. واش راكي شهرزاد؟ مساء الفل والياسمين. الحمد لله الله يهنيكم وانتم واش راكم؟ لا بس الحمد لله رانا ملاح. انتم كي تكونوا ملاح شهرزاد حنا نكونوا هايلين. الله يسلمك رمضانكم بالصحه والهنا ان شاء الله. رمضانكم بالصحه والهنا سيداتي ويعطيكم الصحه على هذه الحصه. الحمد لله يحفظك. وشاف سليمان راه وليد بلادي بوفاريك انا ثاني بنت بوفاريك. الله يحفظك بارك الله فيك جارتي شكرا جزيلا. وكليت ما كلته الله يبارك ما شاء الله. كليت ما كلتنا ربي يحفظك كثر خيرك سيداتي الله يعطيك الخير. الله يسلمك. ان شاء الله دائما نكونوا نحمر لكم وجهكم. بالصحة والهنا. رمضانك بالصحة والهنا سيداتي الله يعطيك الخير. الله يسلمك. احنا اللي فات اللي رانا لايقين بكم كما يقولوا بالعمية هذاك هو الصح. والله الله يبارك خمس عليكم ربي يحفظكم. ربي يحفظك. ربي يحفظك. سي فوسا كاين عوينه وقيله بيناتنا انا ومريم. وقيله كاين واحد العوينه بيناتنا. من هي؟ لا عوينه صافي دير كي توالمنا عينونا. نعم سيدي. عجبتني كي تعرف لا ديفيرونس بين في مال ولا مال تاع على المدن طيور. هذه سيداتي هذه هذه سي ما سبيسياليتي جو سوي اون فورماتريس في معهد الفندقه والسياحه تاع الكرمه ولايه بومرداس. ما شاء الله. الله يبارك في الفندقه انا التخصص تاعي الفندقه. ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله عليك. وقعدوا فقط اوفياء البرنامجنا انا والشيف سليمان راح نمد لكم يعني كل حاجه راح نحضروها يعني بالقوانين تاعها ويعني بالمعلومات تاعها ان شاء الله. هيا تخي بيان ربي يحفظكم ان شاء الله يعطيكم الصحه. شكرا جزيلا سيداتي صحه فطورك. تعيشي ديما ما بقالناش الوقت. يلا ما بقالناش بزاف حنا ثاني مريم يعني مريم هذه تقول لك ما بقالناش الوقت. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا هنا دوك راح نزيد هاد ليطاج تاع الطون صدقوني باللي بزاف بريزونطاب مريم هذه اكيد. نستعمل يدي باسكو راهو شويه درنا صافي طبقة تاع هذوك ذكرهم فقط سليمان. شوفي درت هذا المقارون هو الاول اكيد مع الخضروات اللي فورتها لا طوماط ومن بعد زدت لا طوماط ومن بعد بين طبقه وطبقه درت الفرماج اللي حاب يدير مايونيز ولا كيما يحب. هذه اذواق كل واحد يعني بيان سور. ومن بعد زدت البيض هذاك مسكرفج غليته وسكرفجته والطون هنا كيما كفانيش راح ندير غير في الحواف. يلا ركزوا معنا مليح. ميم هما يقدروا يديروا غير في الحواف بيان سور برك يدوا ان مورسو هكايا باش تكون لا بريزونطاسيون بوكو بليز. يلا ركزوا معايا بقى لي المايز تانيك نزيد هذه طبقه تاع المايز والطبقه الاخيره نعاود ندير لها المقارون.
ولا ديرنيغ كوش باش تخدمها بالمايونيز. بالمايونيز لا لا حبي انا خدمت لهم ديجا واحده اخرى بالمايونيز. لازم نوروها لهم سليبه. جبديها لهم مريم. انه الوقت بسم الله ما طاحتش على جلد السخانه. لا لا ما طاحتش. وشنو لازم نوروها لهم تم تم نعاودوا نرجعوها سينو السخانه. اوكي هيك دوريها برك مريم باش هذه تجي لك. مريم هذه خدمتها هذه خدمتها مقبل. حبيت نقول لهم بلي ثاني خدمت لهم هذاك البابيون ب ب بالخيار. دوك نوريو لهم كيفاش يخدموا بابيون بالخيار ونوريو لهم كيفاش يخدموا الورده هذيك تاع الطوماطيش. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا هنايا مليح. سيمان كل وقت دوك نزيد هذه نزيدوا غير شويه برك. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا صدقوني باللي ما شاء الله ننصحكم كامل ديروها. اللي ما يحبش يديرها كبيره يقدر يديرها انديفيديال. كل واحد على حساب يقدر يعني يديرها انديفيديال. انا كيما قلت لك انديفيديال خير. انديفيديال خير زعما هكذا مليحه كي تكون زعما هكذا كشعارس ولا نقولوا كشواليمه ولا نفضل شاك طاب نحطوا لهم وحده هكا يعني بزاف بريزونطابل. فوالا مريم ميم دوكا في الدار الناس كاع نعرفهم باللي يحبوا يشبحوا في رمضان. اكيد احنا سي بوغ سا ماناش نبخلوا عليهم رانا نعطوهم في الحيل كما يقولوا في لي زاستيس باش يتفنوا. احنا قلنا لهم استنى قاعد يدوا لي كادو من عند رجاله ان شاء الله. اذا سريعا نزيد هذيك لاكوش تاع مايونيز من الفوق. هذه مش راح نزيد لها لاكوش تاع مايونيز. هذه دقيقه برك منين نزيد ندير لك غير 30 ثانيه. تفضل وري لهم الورده لا بلونش عندك ديما. هاي هذيك فاش اعطيني غير الموس هذاك هذه راح ندير لها. واش من الموس نعطيك هذا يا سيدي؟ اكزاكتومون. ولا ديالك هذا؟ معليش هذاك الكبير هذاك الاخر الاول الاول مريم. كوتوا شيف هذا. اه يلا مشاهدينا الكرام معليش نقول لكم برك انا راح نزيد نقطع على. فاصل ونعاودوا نرجعوا لكم ونشوفوا. يلا مشاهدينا الكرام رجعنا لكم ان شاء الله نكونوا ما طولناش عليكم. مريم احتضر لكم بمقيرط بالطبع. يلا ورقه وستيلو ودونوا لنا الوصفه. اذا مشاهدينا راح نحضر لكم واحد المقيرط ما شاء الله. احنا نعرفوا المقروط وكاين المقيرط. اذا قولها برك لمريم تكون فيه عفاك الحس بزاف. اذا بالنسبه للمقادير نحتاج هنايا عندي لا سومول موين. هنا نحتاج السميد يكون متوسط. نحتاج فيها 4 كيلة تاع السميد، كيلة تاع السمن، قرصة تاع الملح وشوية تاع لافاني. هذا هما المقادير اللي نحتاجهم. 4 كيلات تاع السميد، نحتاج فيهم كيلة تاع السمن مخلطة بالزيت. هاي لا ميزور باش راح نكيل. بالنسبة لهذا الغرس كيما نقولوا ولا اللي حبت تدير التمر عادي، هنا كي تشوفيه يابس لاستيوس فوريه باش يولي لك طري باش نتحصلوا على لاباط طريه. كي يجيك طري عادي تقدري تعجنيه نورمال لانه تمر. نحتاج هنا القرفه من نتوج لالا مولاتي، عندي قرنفل لافاني، ونحتاج فيهم غرفه تاع الزبده باش نعجن الغرس تاعي. انا دوك نبدا طريقه التحضير. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم برك ريحوا معانا وبرونشيو مليح مع المقيرط اللي حديرو مريم. ونقول لكم ثاني رقم الهاتف راه يجوز اسفل الشاشه، انتم ما عليكم الا الاتصال باش تشاركونا في الوصفات. ونقول لكم ثاني بلي الطنبوله راح تبدا في منتصف الجزء الثاني، ماشي دوكا، في منتصف الجزء الثاني، إن شاء الله كي تشوفوا بلي بدات لاغوساتيتو، إن شاء الله راح نلونسيو الطنبولة، رقم الهاتف راه جزء أسفل الشاشة. عندي 4 كيلات تاع لاسومول موين، هنايا النوع اللي حبيتي ديريه سيداتي، يكونوا هكذا معمرين، ثلاثة، وهذه أربعة. أربعة. خلاص نرفد لك هذه. هذيك رفدها سليمان خلاص. عندي كيلة تاع ليدام تكون معمرة مليح بهذا الشكل. ايمن انتي هذا يستر. اوكي يب توجد مكالمة مريم. تفضل. يلا تحية كبيرة لك. السلام عليكم. السلام عليكم. أخت ربيعة واش راكي؟ لاباس راك خير؟ والله الحمد لله. وانتي واش راكي؟ واش راكي مع رمضان؟ واش راه من العائلة؟ الحمد لله.
الله معكم على وصفات نتاعكم. ربي يحفظك ربي يحفظك، مرحبا بك مرحبا بك. الحصه حصتك وحصه كامل المشاهدين الكرام. نسلم على الشيخ مريم. الله يسلمك ربيعه. تفضلي. تسمع فيك. تفضلي. حبيت أن نشكركم على هذا الحصه، راكم ديروا وصفات ما شاء الله رائعه. ربي يحفظك سيداتي، الحمد لله. اللي فات اللي رانا لايقين بكم كما يقولوا، هذاك هو الصح. بما تناول الجميع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله دائما نكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يلا قولي لنا موالفه تتبعي حصه منا وفطر يوميا. يوميا من ساعتين ندير قناه البلاد ومن بعد الحصه. ربي يعبدك، كي تسيي شويه الوصفات كي تجربي. شويه. ايوا علاش كي تعجزي ولا كي داير الميني مقبل رمضان وكي تكوشي. معلم على الامكانيات. ربي ان شاء الله يرزق كل انسان ان شاء الله. ربي يوفقك سيداتي، ربي يوفقك. شكرا جزيلا سيداتي على المكالمه ويعطيك الصحه وبارك الله فيك. اذا سيدي هذا البيض درتو، زدت عليه زوج قرصات تاع الملح ونبقى نبسس في العجين تاعي. توني تدخل الدهان مليح. اكيد. هنا من المستحسن سيداتي تخليه يقعد واحد 3 سوايع حتى 4 ولا يبدا الليله كامله، من بعد نعاود نبدا نفركتو كامل هكذا. لانه علاش نعاود نفركتو؟ لازم نفركتو لانه السمن تاعي يحبط لي للتحت كيبات ليله كامله. الوغ من المستحسن اني نبسو جيدا بهذا الشكل. نعم لازم نحكو حتى يدخل كامل هذاك السمن مع الزبده تاعي. نبدا دوكا انا راح نطم بالمزهر. تفضلي. من منتوج لاكاسبا، دير لي بالكيله احسن باش نشوف شحال راح. شحال ندير الكيله وحده؟ عمر لي الكيله. هنا اللي حبيت مثلا تخدم بشويه احسن، جيب لي ان اوتر ريسيبيون. صغير ولا كبير؟ كبير شويه نرفد باش نخدم غير بشويه. سمحي لي برك مريم، انا هنا ما خليتوش يروبوزي، لازم نوري لكم لا تكنيك كيفاش. يلا هذا يساعدك. يساعدني معليش. نمسح لك برك مليح. تفضل. يوجد مكالمة مريم. تفضل. الو مساء الخير. واش راكي سيدة نادية؟ لاباس. واش راه مناسباتنا؟ تحية كبيرة لهم. الله يسلمك، واش راكي نتايا لاباس؟ والله الحمد لله سيداتي، وانت كيف حالك؟ راه الشاف مريم. لاباس الحمد لله. الحمد لله السؤال عليك. الشاف سليمان حابة نقول لك باللي راك قمة. ربي يحفظك سيداتي، شرف كبير ليا. ونتمنى ان شاء الله تدينا الطبخ الجزائري للعالميه. ان شاء الله ان شاء الله، كثر خيرك ان شاء الله وبارك الله فيك. ان شاء الله نحمروا لكم وجهكم من حصتكم بنا وفطور، ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم. ربي يهنيكم ان شاء الله ويعطيكم صحتكم وصحه فطوركم وصحتكم. صحه فطورك سيداتي تعيشي. شكرا. وشنو الطاجين هذا؟ ضربه مريم. هايله ضربه، لازم كاع يجربوه. اذا نبدا بهذاك العجين تاعي سليمان كما راك تشوف. هو بدا يطم غير بشويه، ما نعجنوش. يتلايم وحده. يتلايم وحده بهذا الشكل. يلا. يلا مريم، حبيت نقول لهم برك على السؤال. انا تعرفيني باللي نحب لي كيسيون يكونوا في متناول الجميع، انا مش كيما انت مريم تصعبيه. هنقصر برك. اكيد لازم نصعبوها هذه طنبور. يلا توجد مكالمه واحده. السلام عليكم. السلام. مرحبا بك سيدتي، كيف حالك؟ والله الحمد لله. وش عليكم كله؟ وش راهم الناس تبسه؟ اي عايشك والله الحمد لله. بلغي لهم تحياتنا وسلامنا. اي عايشك وصحة رمضان. لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله اختي لاباس. الحمد لله. والله من امس وانا نعيط ما حكمتكمش. هاكي حكمتي هو عندك الزهر. نتشرفوا احنا بالمكالمه تاعكم. نعم قلت لك نتشرفوك بالمكالمه تاعكم. يعجبنا الحال ونفرحوا. راكم مشرفين، راكم منورين الشاشه. تعيشي عينيكم اللي شابين اختي العزيزه، هما اللي راهم يشوفوا فينا. هاك الله يعطيكم الخير ان شاء الله. ان شاء الله. يلا مش تفضلي. حبيت برك نشارك في الطنبوله. ما يكون لا خاطرك، حتى احنا قلنا باللي احنا بداوا، قلنا حنقولوا الكيستيون انا ومريم، حنتشاوروا نديروا دقيقه التشاور حتى انت تصلتي، ان شاء الله تكوني من الفائزين. ان شاء الله. يلا شوفي برك معايا، انا درت الطاجين المحوت. اعطيني برك اعطيني برك المكونات اللي حرشت به الداند تاعي، المكونات اللي حرشت بهم الداند، اللي راهو في الطاجين هذا لك تشوفي فيه اللي راهو يطيب. في كسرونه حطيتي اللحم، الزبده، السمن، التوابل،
بصح من فضلك من فضلك كما يقولوا بريسيزي لنا واش من التوابل شغل بسطي لنا واش درت هادي زيت فلفل اكحل فلفل عكري ملح وكمون من فضلك عاودي لنا مليح من فضلك اعطيني كامل المكونات اللي حرصت بهم الدنتي غير في غرضك غير في عقلك طماطيش حب زيت بصل زيت ثوم ملح ملعقه كبيره طماطم مصبره فلفل حار نصف مغرف حار فلفل اكحل فلفل عكري وملح وكمون ما شاء الله عليك سيدتي حفظت الدرس جيد ما شاء الله عليك مكونات تاع 10 قلتيهم لنا كامل بالتدقيق نقول لك بالبركه عليك راكي ربحتي معنا قسيمة الشراء اللي مهدية من شركة كيم كيت لملابس الأطفال ريحي برك معنا دوك يشدوا رقم الهاتف تاعك باش تقدري تدي الأمانة تاعك كما يقولوا صحة رمضانك وبالصحة ولهنا بالصحة ولهنا عليك سيداتي يلا عاودوا ركزوا مع مريم إذا أنا واش درت هنا في الغرس هذا تاعي تفضلي درت القرنفل درت قرفه مطحونه مع قرنفل مطحون شويه لافاني شويه تاع الزيت ودرت كذلك شويه تاع الماء هنا جنفي ونجيب لي فقط سليمان جرجلان نعم. حطيته تما في الكوتي دير لي كميه تاع جرجلان شكرا توجد للا مولاتي مريم عبالك وين نحب نهيئ لك المجال شكرا نحبك تكوني بالطبع جوزي منا باش نخدم آلاز باش تخدمي آلاز صدقوني هذا المقيرط يعني بزاف مليح مع لاتاي خاصة كي يكون فيها الذوق تاع الجلجلان قرنفل مع القرفة المذاق تاعو راح يجي جد رائع عليك غير تجربيها يعني ما في مليح في رمضان ومليح كذلك في العيد يلا الجلجلان يزيد يعطي طعم ما شاء الله هاي ديك العجينه تاعي سليمان كما كتشوف نخليها فقط في الطرف ونبدا نمسح هذا لو بلون ونبدا نفاصوني فيه نزيد نمسح لك مريم يلا مشاهدينا الكرام مازلنا نستناو في اتصالاتكم نقول لكم برك مازال كاين سؤال تاع الطنبوله تاع على الوصفة اللي دارتها مريم حاول تكون وصفة دار شو وصفة سهلة مريم إن شاء الله تكونوا كامل برونشيتوا معنا باش كي تعيطوا إن شاء الله تكونوا من الفائزين وإن شاء الله راح يكون الجائزة طاقم تاع أواني منزلية بالطبع والشعب يلا يوجد مكالمة نورمالمون تفضل تصدقيني بلي الطاجن هذا غيرني اليوم يا مريم هاك تشهي غيرني الو نعم سيدتي مرحبا بك الله يسلمك كيف حالك واش راكي صحه رمضان الحمد لله لاباس رمضانك بالصحه ولا انا سيدتي الله يسلمك راكم شرفين الشاشه ربي يحفظك شكرا جزيلا قولي لنا منين راكي تعيطي لنا من عين دفله عين دفله الله يبارك تحيه ايه. كبيره سكان عين دفله الله يسلمك حبيت نجلس في المسابقه قولي لنا بك وين فتشوفي تحست بنا وفطار كل يوم ايه. راكي تسيي شويه الوصفات مين ذاك؟ منين ذاك؟ شكون الوجد؟ الحمد لله ربي يوفقك. كي تبعي كامل البرنامج. قالت لك يوميا عز وجل. راني نتبعو يوميا الحمد لله. ايه. يلا ركزي مع مريم دوك تقول لك على السؤال من فضلك. تبعتيني واش درت هنا سيداتي؟ هنا درت مقيرط. عطيني النوع تاع تاع السميد اللي استعملته. استعملتي سميد متوسط. يعطيك مريم. ما شاء الله سيدتي. ما شاء الله مبروك عليك سيدتي راكي فزتي معنا مجموعة من الأواني مهداة من طرف مؤسسة أبو جليل. أبو جليل. الله يسلمك الله يحفظك. الفرع تاعو راه في عين دفلة. عنده فرع في عين دفلة. راح يجيك حتى للدار. تدي الكادو تاعك. مبروك عليك سيدتي صحة فطورك وشكرا جزيلا تحية كبيرة سكان عين دفلة. ما تنساش الاسم واللقب سيدتي. تعيشي. مريم كنتي تعطيهم كاش حاجة شوية صعيبة. ما لقيتش المكونات نقول المكونات على بالي مخيرت كامل اللي لقاو فيه القرنفل والقرفه اذا راني نحلو بهذا الشكل باش يجيني صغير نقصر مع خوتنا انا بالعاني قلت لك هكذا باش نستقبلوا بزاف مكالمات ما نشمخ شويه يدي هكا سليمان باش بهذا الشكل نعم نزيد نحل بهذا الشكل باش نحط البودن تاعي هنا لانه مازال نزيد نطولو اكثر من هكا حبيت نعاونك مي ما قدرتش كي جايبتها مريم
سليمه الحلويات واش تعرف كامل دير؟ راني نستنى فيك انت تتفني. انا نعرف باللي المجتمع الجزائري لا ما منتوع علاه يحبوا حاجه تكون اقتصاديه اكيد ندير لهم بوكو بليس لي صابل يكونوا شابين صابلين الغريبيه المقروط والتشارك هذوك شغل مفروغ امر. انا نرفد لك هذه منا معليش مريم اكيد رفدها سليمه كملت بيها. اذا هاولي كان عاود نولوا الحلويات مريم نولوا بيان سور باش نشوقوهم باش كاين اللي صاب لي راهم يدوروا بالطبع بريستيج هادو بزاف شابين وواحد النوع وكاين حلويات تراديسيونال هادوك لازم يكونوا مريم لازم يكونوا باش المائده تتشكل بالتراث وبالحاجه الجديده. انا يعني انتم واش تحضروا في الاطباق تاعكم في العيد الحلويات واش تحب مثلا الحلويات انا واش نحب؟ انا نحب حاجه معسله. ها ماما انا نحب بقلاوه. حاجه حلوه مريم. نحب بقلاوه. ديجا وهي تحكى ويست بن امين قلت له حاجه معسله خلاص داق ديجا. كذلك نحب تشارك مسكر ما شاء الله انا جاتو. البروغرام ان شاء الله واحد تشارك ثاني كيكون معسل ومطلي بالشوكولا بزاف الشوكولا. هذا كيجي هايل. ونديروا لهم بنيون على طريقتنا تانيك بالك كل بلاصه كيفاش يديروا؟ اكيد كاين اللي يديروا في الكاري كاين في الغو كاين كل واحد كيفاش يديروا. بهذا الشكل سليمه راح يكون هذاك المخيرات ديالي. هنا اللي حبت تنقشوا اللي حبت كل وحده واش حبت دير. لهم الاختيار. حيني فقط هذو سليمه. بيان سور خلاص كملتي بهم مريم. انت راه خارج للهيه باش يكون مخيرات صح. اذا انا حنقول لهم حاجه انه راح نطيبوا على زوج ضرباء زوج مرات. تقدري تقليه سيداتي كيما تقدري تديريه في الفور. ما في الفور راح يجيك بزاف ناجح. جاب لي ربي لا ماجوريتي يقليوها لا لا ماجوريتي يقليوها بصح انا جبت لهم هالطريقه سليمان لانه باش ينقصوا شويه على ماتيغ غاز. نعم توجد مكالمه كملي لهم بعد كنرفدوا عليهم. رفدوا معليش. تفضلوا سيداتي مرحبا بك كاتيا. الو السلام عليكم. تحية كبيرة لك سيداتي واش راكي بخير؟ هذاك سليمان. السلام عليكم كاتيا. السلام عليكم نيشان صباح. واش راكي لاباس من فضلك زيدي غير شويه صوتك من فضلك. الو. نعم سيداتي تفضلي نسمعوا فيك كاتيا واش راكي بخير اختي؟ السلام عليكم صباح. والله الحمد لله وانت صحة رمضانك رمضانك بصحة ولهنا ان شاء الله. صحة عافاكم واش راكم؟ والله الحمد لله وانت واش راكي؟ مين راكي تكلمي فينا كاتيا؟ جاية اكزاكت من تزمالت. تزمالت؟ الله يبارك خيار الناس. عيطت ديجا. عيطي ديجا الحمد لله. مين عيطتي؟ شفيق سي با البطاطا محشيه هذيك. هذه متابعه وفيه هذه متابعه وفيه مريم شكرا جزيلا لك سيدي. وعندها زهره تحكم ما راني نحكي من المسابقه جامي نحكم. صح كي تعيطي لنا وتقصري معانا وتعطينا رايك. معليش. نعم ميرسي بوكو على الوصفات هذه. نعم مليحه. تعيشي تعيشي سيدي. تهضري لنا بالقبيليه كاتيا معليش. راني نشوفك راكي تهضري بالعربيه كاتيا. امك؟ امك سيدي صافا. لا بس الحمد لله يكون وي صحا فكيت صافا. اخويا غويره نلها. الحمد لله الحمد لله. المهم تسيري بخير وعلى خير. مقروضه ساقيه. ساقيه ساقيه سي المقيرط. السبايغ المقيرط. وي كاتيا عم تسلع كاتيا وي سي بيان. يلا مريم خلوني ندخل معكم شويه شوقتوني. سليمه ما يفهم انا الا قال هضر صعب راه استعرف الثور هذاين. وي وفهمنا راه تقبايلي. شكرا جزيلا سيدي. معليش كاتيا صحيتها صح الفطوري. صح فطوركم يا صح فطورك سيداتي صح فطورك تعيشي تحيه كبيره سكون بجاي. سليمان حاوليك المقيرات ديالك. جاي غير من الاخر. بزاف شباب بريزون دابل وعلى حبه. فوالا بهالشكل نشعلوا المقله باش نديروا هي قليله. قالي لي امها هذه الحبات بوغ لا بريزونطاسيون لانه كنت ديجا حضرت من قبل من بعد نشوفوه في طاوله التقديم. كون قلتي لي غير شويه من قبل سخنت الزيت. هي بزاف معمره معليش. كثرتي لها مريم. معليش باش يطيب. معليش باش يطيب لنا بالخف. نزيدوا لو دوزيام بوده هذا ما على باش مازال لنا الوقت ولا لا. نظن انه مازال عندنا شويه وقت يا اخي. مازال كاين شويه وقت. يلاه مشاهدينا الكرام مازلنا نستناو في اتصالاتكم. الحصه بلا لي زابيل تاعكم صامته مريم. صامته نحبوكم تشاركونا وتكونوا حاضرين معنا.
يلا مشاهدنا الكرام رقم الهاتف راه يجوز اسفل الشاشه. اها مريم يسمى ماشي لاباط كيف كيف مع المقروط الاخر. ناه سي كيف كيف وشنو المقروطه هذاك الخشين لازم نديروا له لاسومون هذيك الخشينه لازم الخشينه هذا جينيرالمون ناس الشرق اللي يديروه بزاف راه يتباع ثاني كبار بالكيلو فوالا جوستوم انا حبيت نقول مثلا هذوك النساء اللي يحبوا زعما الكوميرس في الدار ولا يقدروا يخدموا به عادي يديروا في لي بوط تاع كيلو ويخدموا على رواحهم ويبزنسوا على رواحهم فوالا. انا الطاجين تاعي هذا راه جد مريم هذا مريم لازم ندي معك شويه اليوم. راوي شاهي. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم برك باللي كاينه مكالمه. تفضلي مرحبا بك الاخت ليلى. سهيله مرحبا بك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله واش راكي سيداتي؟ شويه لا غريب. لا غريب. ربي يشافيك ان شاء الله في ميزان الحسنات. ربي يشافيك ان شاء الله طهوره ان شاء الله سيداتي. ان شاء الله. يسلمك ام يسلم بني تامو. بني تامو الله يبارك تحيه كبيره وسكان بني تامو. يسلمك يسلمك يعطيكم الصحة الله يحفظك. واش راكم ديرو رانا متبعيكم بيان. ربي يحفظك مرحبا بك. مرحبا بك. يسلمك تعيش. الحمد لله. ويعطيك الصحة مريم مع المعلومات حنونه يعطيك الصحة. شكرا حبيبتي. يعطينا طياب ويقول لنا الشعصة. شكرا. تعيشي يلا تعيشي. ايوا ستي تحا نقول لك مريم تعيشي. تفضلي. حبيبتي لنا فاتية هذيك اللي تجي مع السلا الداخل. نعم. فاكيه فاكيه. لي فخوي. لي فخوي بريستيج. لا لا هذيك اللي تجي مع السلا الداخل. هذيك اللي حبيتي هذوك لي فخوي لا بوم هذيك لا بانان ولا مخدومين برافا دامون. هذوك اللي كيتحليهم الداخل يجيو الداخل معسلين. معسلين. شوفي كاين عده شوفي نفهمك حاجه اختي كاين انواع تاع لافارس. كاين لافارس اللي يديروها مثلا يطيبوا ان بيسكوي غولي يفتتوه ويخلطوه بهذيك نوتيلا شوكولا اطارتين. وكاين تفضلي. وحاجه وحده اخرى حبيت نيسلي كاراميل فهمي. ايه نيسلي حبيت انها نحضروا الكاراميل راهم برمج ان شاء الله في حلويات العيد. لا لا حبيت تخدموه هنا باش نخدموه اكيد راح نبرمجوه ان شاء الله نخدم لكم لو كاراميل هنا يعني كيفاش تخدموه في الدار ويخرج لك نتيجه جد رائعه ان شاء الله حنونة صحيتك كوني با فقط معي العلم انا سليمان وليد حومتي الله يبارك في دارنا ماشي في داري الله يبارك جارتي جيراني اليوم بقوه بقوه الناس بالاداره يسلمك يسلمك ربي يحفظك حنا رانا ضايقين ما كنتو نعرفوها الله يبارك كي هو كي باباه الله يبارك الله ما سمعتك سيداتي قلت لك انا ضايقين ما كنتو نعرفوها الماكله نتاعو كي هو كي باباه ربي يحفظك الله يبارك انا لازم كل ما يحضر بابا نتحيه باسكو نقدرو بزاف ربي يحفظك تعيشي تحيه كبيره للوالد يسلمك ليك والعائله كامل ربي يحفظك سيداتي تعيشي شكرا جزيلا بارك الله فيك الصحه فطورك سيداتي ذكوري سخنت مريم معليش ديرهم نقول برك مشاهدينا الكرام باللي كيما يقدروا يقليوها قلتي لهم مريم دوك ندير ان بودا في الكوشه ونخليه مريم ما يتقول لك الوقت برك دقيقه فقط مريم زيد لنا واحد الدقيقه فقط الا معليش الا ما كاش خلاص ماشي معليش احد زيد لك هاي كملوا فقط هذا تاع الكوشه حنا من بعد واش نديروا راح نكملوا نقليوه نعسلوه ونشوفوا ان شاء الله واجد نكمل برك هذا سليمان ما كاش مشكل ما ناش غا نبخلوا عليهم انا نعطيهم لي زاستوس اللي ما يحبش يقلي اللي ما يحب يدير في الفور كل واحد شحال يدير كل واحد كيفاه يحب ما يديرش كيما قلت لك ثاني هذا يستعملوه بزاف في الكوميرس يلا مريم معليش نكملوا بغير بهادي اه خلاص هذا نكملوا في الكوشه يلا خلاص نقدروا نروحوا فاصل ونعاودوا نرجعوا ثاني مزيان يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم قعدوا معنا دوك حنا نقليوهم ومريم ديرنا هادو في الفور وان شاء الله حتلقاوهم واجدين ريستي برونشي ما تزغدوش وما تزابيش باش تشوفوا طويب لا بالطبع الله مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بهذه المائده المتواضعه من اعدادي انا والاخت مريم بينسر شوفوا برك هذاك الطاجين المحوت اللي خدمناه شوفوا لاصوص صدقوني انا نحب نوري لكم ما نحبش نهضر شوفوا برك لاصوص مشاهدينا الكرام ما كاش كاع الزيت ما كاش كاع الزيت ومجمره وملبيه كما يقولوا العجايز شوفوا كيفاش ملبيه صدقوني
باللي ضربه هذا لازم قاعد سيوه وشوفوا كيفاش المقادير كيفاش كانت مضبوطه والطريقه تاع التحضير. وحبيت نديرها ثاني قبل البيض تاع السمان باش تكون لا بريزونطاسيون شابه. ودرت لكم هذا الطاجين انديفيديال، هذا اقتراح تاع بلال، شكرا جزيلا نشكره بلال، تو عنده انتوش وشاف وقال لي دير هنا وخرج خير من البلا اللي خدمته انا. الطاجين لازم يتبريزونتا دون زان طاجين. اكزاكت، انا حبيته هنا باش نو مريم، انا حبيته هنا باش تكون بريزونطاسيون باش يبان. مي كي طانا الفكره هذا نشكره، جات بزاف شابه. وشوفوا لوغداف هذه خاوتنا اللي قدرناها لكم بزاف شابه، لازم تسيوها. وانا بروبوزيت لكم بروبيرات لكم ثاني كادي سوجت لكم ديجا هذه من قبل. قلت لكم هذا البابيون بالخيار هديه لكم، ونقول لكم اقعدوا معنا ومازال كاين جديد ان شاء الله، ونحمروا لكم وجوهكم في رمضان بحصتكم بالنوفطر ان شاء الله. والمقروط هذا اللي كنت انايا حضرته مسبقا طيبته في الفوغ، انا كما قلت لك سيداتي تحبي في الفور يعطيك نتيجه جيده، اما كذلك بالنسبه لهذا اللي طيبيه في المقله ثاني كذلك كيف كيف يعطيك ريزولتا يعني جيد. تبعوا فقط الوصفات تاعنا، كونوا اوفياء لبرنامج بالنوفطر، نتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد من حصتكم بنا وفطور. صحة فطوركم خوتي.